للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. مساء الخير دكتورة مريم، وأهلا بك في نشرة الثامنة. نبارك لكم هذا التكريم الدولي والإنجاز المستحق الذي يكتب باسم مملكة البحرين. هلا تحدثينا عن هذه الجائزة وأهميتها؟ نعم، شكرا. مساء الخير جميعا، وبداية اسمحوا لي أن أعرب عن عميق شكري وتقديري لجلالة الملك المفدى على ثقته الغالية بصدور إعادة تعييني رئيسا تنفيذيا للهيئة. ويعني أنا أتمنى أن أكون عند حسن الظن إن شاء الله، ونمضي قدما في مبادرات تعزيز جودة واستدامة قطاع الرعاية الصحية تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء إن شاء الله. وطبعا هذا يوم بالنسبة لي جدا يعني أحس تكريم لمملكة البحرين للحصول على تكريم دولي أيضا من شركة البيانات الدولية. طبعا هي الشركة المزود العالمي الأول لمعلومات السوق والخدمات الاستثمارية، واختارت مؤتمرها هذا العام في النسخة الأولى منه للمرأة والتحول التكنولوجي، حيث تم استضافة رائدات في مجال التكنولوجيا والسيدات الأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط، وكان هناك نقاشات هامة ومشاركات قصص نجاح وأفضل الممارسات خصوصا في ظل جائحة الكورونا، والتي بينت الحاجة الكبيرة للتحول الرقمي وأهمية التكنولوجيا. وتم تكريمنا في فئة الرؤساء التنفيذيين من قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وكما ذكرت أن كان من جملة 50 من السيدات في هذا المجال. طبعا كان هذا تقدير لجهود المرأة في هذا المجال، وبالنسبة لي أنا أعتبره تمثيل أو يمثل تقديرا دوليا لجهود تمكين المرأة البحرينية ودورها المشهود في التنمية المستدامة اللي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة، وكذلك بمؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبالتأكيد في ظل المساندة المستمرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سميكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. وإحنا في الهيئة لدينا مشاريع للتحول الرقمي، والحمد لله يعني قبل بدء الجائحة بدأنا في ترخيص مؤسسات لتقديم الاستشارات عن بعد، واللي أثبتت أن كان لها أهمية كبرى حتى لا تنقطع الخدمات للمواطنين أثناء الجائحة. نعم، الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، نبارك لكم مجددا وشكرا جزيلا لك.